هذا واجب. لم نسمع شخصا نال شرفا بما اخذ، فالشرف هو جائزه لمن يعطي. هذه كما قال البشير الابراهيمي، هذا كما ابراهيم يقولوا لك دير كلش الا حاجه واحده برك ما يقدروش حتى هما يقولوها، انه ابراهيم خان الوطن ولا خان الامانه ولا ابراهيم تشرى ولا ابراهيم تباع ولا ابراهيم اللي ينساه. وناس اللي راهي تقول الاورو من الاورو من هذيك، ماذا بينا بعثونا زدنا مشيو مرين ما عندناش حبيتوا تبعثونا. خذنا الازاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزفلة من تحياتي لكم جميعا أخوتي الكرام، إنما كنتم حيثما وجدتم حياكم الله وإياكم، اجعل الجنة مدخل لكم ثواكم. الزفلة من خوتنا الأعزاز أينما كانوا وحيثما وجدوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خوتنا الأعزاز، تلاقيت اليوم بشاب من شباب الحراك، قال لي يا إبراهيم أروح شوف حالتي اللي راني عايش فيها. وراه عندي شحال عندك؟ عندي 3 شهور وأنا برا. 3 شهور وأنت برا؟ 3 شهور. والعائلة وين راهي؟ ما في شهر شهر ميشان، ما في حسن يوم. سما مشتين العائلة؟ كل واحد وين راه؟ وأنت المشكل تاعك؟ حوس المشكل تاعي نحوس على السكن الاجتماعي يديروا ليها. نطالب من السلطات المحلية على السكن الاجتماعي. ولا؟ ها؟ أنا عليك تشوف الحالة اللي راني فيها، الرخمات حاشية. خوتنا الأعزاز، هذا مشكل. راكم تشوفوا في الحالة اللي راني فيها. سيد شخصياً، ها. هذا معاك. راكم تشوفوا في الحالة اللي راني فيها، القطرة الرخمات والنشاد من السلطات المحلية. ولات برج بوراريت. أنا ننشد السلطات المحلية لولاية برج بوراريت. يديروا لي حل، كي انا انسان، انا بشر، اعوذ بالله من كلمه انا ديروا لي حل. وراء الوالي ولايه برج بوراريت، وراء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج بوراريت، وراء رئيس المجلس الشعبي الولائي لبرج بوراريت. منين تقدم بالشكاوي ترفضهم على باليش او الحل اللي راني فيها، السكنه اللي راني عايش فيها، ولله الله محمد رسول الله. هاني انا ديروا لي حل كمواطن. انا عبد، انا عبد، انا انسان، انا انسان بسيط. اعطيني السكن الاجتماعي ونتهلا من الميزانيه اللي راني فيها. هذا هو الحل اللي راني طالب به. انا الدوسي تاعي تاع السكنه حاطه من 1000 من 2015، وانتم تعيطوا لي رانا في 2020. هو الاب تاعك، الاب تاعك واش يدير؟ الاب تاعك واش الاب تاعي قاعد معاق من يدو. الاب تاعي انا يعني ما عندوش اللي يخدم عليه، انا اللي نخدم على الاب تاعي. الحمد لله كي عشره كي ربينا رجال ولات فاميله. الحاله اللي رانا فيها مانيش حابين حاجه اخرى، وربي يهديكم وربي. هذه هي الجزائر الجديده خويا رمزي اللي راهم يهضروا بها، واللي راهم يقول لك الجزائر الجديده. لكن وانت راك في منطقه تعتبر يعني مش مناطق الظل، يعني راك في ولايه برج بوراريت، راك في قلب العاصمه. راني في قلب العاصمه برج بوراريت. بارك الله فيك. طالب باش تهدى ما على باليش، نحوس على الدار بالكره. شحال عندك خوتك؟ عندي خمسه. خمسة؟ عندي خمسة. أنت كبير فيهم؟ أنا اللي كبير فيهم. أنت اللي تخدم عليهم؟ أنا اللي نخدم على الدار يعني. أنا أقدر نحوس على الكرة أخويا نكري، وما نقعدش في الدرادة اللي راني فيها. خوتنا الأعزاز، شفتوا الحالة اللي راه عايش فيها رمزي وعائلة رمزي، اللي راهي متشتة، اللي راه كل واحد وين راه. خوتنا الأعزاز، إن شاء الله توصل هذه الرسالة. أي كوزينة أخوتي، روح لي ضو تشوف أنا. أي كوزينة أخوتي. هذيك وزينة يا اخي. هذيك وزينة، راه نشوفوا طبعا الدوش عندكم. اسمع يا اخي كريم، في الجزائر الجديدة. نعم تواليت. هذه تواليت. نعم. هذا هو. الناس اللي منهم الافلانيس البعجيس قال لك نقلب تندوف دبي وغير التوب. هذو البسطاء مساكن، الناس هذو اللي ما عندهمش كل يوصل لهم رسالتهم. الاعلام ما يجيهمش الا هنا لانهم يكشفوا زبلهم. هذا الانسان
زوالي بسيط يخدم على عائله باكش معناتها يخدم على عائله وما حبش يحكي لكم مش كاين مليح عنده خت معوقين وعنده بي معاق وحاله من حاله من حالات لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الدار هذه اللي راه ساكن فيها دوك حاليا دار جده وما قدرش كيفاه يعيش فيها ما قدرش هذه حاله ما تقدرش الانسان يعيش هنا وما عندوش حتى باش ينظم ولا باش يشري ولا باش يعدل ولا باش خاطرنا العزاز ماذا بينا تبارطاجي من هذا لا فيديو وتلحق الرساله ان شاء الله واللي حاب يعاون خويا ابا عطيني شوف النيميرو 05 57 53 83 83 04 07 07. هذا الرقم تاعي وراني مع الانسان المعني اللي حاب يعاونه ولا اللي حاب يتصل بيا ان شاء الله ونقدمه ليه وان شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتكم. ومزال كاين الرجال ومزال كاين الخير واينما كان الخير كان الحق باذن الله عز وجل باذن الله. هذه دولة العدل والقانون الحسب اللي احنا دولة كل واحد يدي حقه كل واحد يعيش في لاميزان هذه في الحقرة هذه. اسمع يا 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 وزير لا لا لا, لا, لا خلينا نعمل تقدر تعيش في 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 بلاد كيما هذه في في دار كيما هذه فهمونا برك خونا خونا رمزي كلمة واش تقول؟ انا طالب من السلطات المعنيه لولايه برج بوراني جيت تاتوب يديروا لي حل. انا ما قدرتش تسينو نسويسيدي لكم ولا ندير لكم عفسه ولا نقدر نسويسيدي نقدر ندير حل نقدر نكسر روحي عادي بصح حرام عليا لا لا ما حنخلص باذن الله حتى ولو كان السلطات ما راحش تعاونك كاين الناس يعاونوك هكذا. خونا رمزي معروف في ولايه برج بوراني يخدم كان يخدم مسكين صاني بو الجافر برا وضل يتبو فيه هز منا حط منا يخدم المايز يخدم كذا يخدم انسان زوالي خدام على عائله. حنا هذوما الناس اللي خرجنا على جالهم باش نجيبوا لهم حقهم صوت الضعيف صوت اللي ما يلحقش. حنا باذن الله الاعلام البديل تاعنا باذن الله نوصلوا الرساله ونفضحوا هذا الفساد اللي راه عايش كاموفلاج هذا اللي راهم يهضروا عليه في التلفزيون كي تسمع تقول راني عايش في لندن وانت راك فاهم. المهم بلغنا الرسالة إن شاء الله وحطينا رقم الهاتف بإذن الله عز وجل يتصلوا بيك ولا بإذن الله عز وجل يتصل بيك سلطات ويديروا لك حل في أقرب وقت. السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شعب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم الأمن الوطني الشعبي، السلام عليكم الجيش الوطني. بعد ما شفتوا هذا الفيديو دركا دوموندي غير حاجة واحدة مستر أبي وهادو ما اليوم يوسو الخيريات غير حبسوهم غير حبسو او جا جوناليست هاو براين بالعلامي ولا جوناليست قرا كيما ام دي زاد دار الصحافه دوك هادك هو لا ويدير الخيريين فعل الخيريه ولا ويديرهم. يا خوباتا هاي الخوباتا العمالة هاي الشرديمة يا خبيث يا سلاق صبابط يا خائن تايا زعما دير فيديو على هذاك السيد وشوفوا راجل داير كل شتو دارو جا مخدومه بلا فايونس يا اخي دار مخدومه بلا فايونس عنده شوف بان شتو شوف بان عنده لا دوش عنده كلش مسكين كيفاش تورينا الماء في في الباسينات ما وريتناش البلافون علاش ما وريتناش البلافون تورينا غير الماء في الباسينات كلش فايل شتو دارو اخي دخلتو شفتو عندو كلش من علي بلافون كاع جدد هاك قاعد بينا يا سي راك تحوس الدرام باش يبعثو لك دراهم يا اخي وهاو النيميرو تاعو زعما النيميرو تاع السيده بصح عيطو لي ليا يعيطو لا لا داير براين بالعلاني يا اخي باش مول الحراك يا اخي خلصو لكم دراهم باش مولو الحراك هاك دوموندي دوكا هاك ديجا قلت عيناني قلت راني مفلس ولا حبيتو تبعتوا لي الدراهم بعتوا لي الدراهم هاك قلتها طايطاي عطيتها طايطاي قبل ما دير هاد لا فيديو الثانيه يا اخي راجل دارو ماما حنونه دارو وانت تقول شوفو مساكين شوفو مسكين هاك فهمتوا يا شعب الجزائري وين رانا لحقنا شفتوهم ها شفتو وين لحقنا باش يمولوا الحراك خلاصو لهم الدراهم مامي دومونديو يا الجاسبورا تاع الخارج يا الجاسبورا تاع الخارج يا اللي راكم في الخارج ما تبعتولهمش هادو ما حبوا يكسروا البلاد
بالك وتبعتوا لهم، هادو حبوا يكسروا البلاد، راهم خلاص خلاص تاع اليوم، راهم يدمونديو دوكا الدراهم باش يديروا الحيرات، فهمتوني؟ هاني قلتها لكم يا خابين يا سرق صبابط، زعما انا نخدم من اجل الوطن، يقول على ابراهيم الاعلامي هكذا وهكذا نخدم، انت ربي ما خصكش منه تخاف من الوطن، انت ربي وخنتو، ربي الشعب وخنتو في المسجد، في المسجد خنت ربي، ما تحبش تدخل الوطن، انت اكبر خائن، ربي وخنتو، تخدم تاع الوطن يا خابيت، يا شعب الجزائري فيق، فيقوا فيقوا يا شعب الجزائري، وش عم يديروا هاد الخوانه؟ تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا رئيسنا تبون حفظه الله ورعاه، احتراماتي وتقديري وتحياتي للجيش والشعب الوطني والامن الوطني الشعبي، يا جياسبورا فيقوا فيقوا يا جياسبورا. عندهم عادي ثاني صاحب الدين في امان، يحلفوا يقولوا بوص ولادي يصلي ويصوموا